ايوه اعتقد ان بنك الدم في مصر محتاج فعلا تدعيم اعلاميا واجتماعيا وعن طريق المنظمات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني. التوعيه مهمه جدا وندعمه بتشجيع الناس وبيان الفوائد الصحيه للتبرع بالدم والفوائد الخيريه وكيف ممكن قطره دم تنقذ حياه. احنا محتاجين ناس تتبرع كتير ويبقى في اهم حاجه الفكره ذات نفسها اللي انا انزل اتبرع بالدم، يعني في حد محتاج مثلا او كده، مش شرط لازم يبقى في حد بيتكلم في مستشفى احنا محتاجين يا جماعه دم، احنا محتاجين، لا يبقى في كمان متوفر عربيات كتير لنقل الدم في كل مكان. يعني دلوقتي في بنك الدم يعني كان في تبرعات مني انا شخصيا، كان في مثلا محطات المترو او مثلا بيبقى في المستشفيات العامه كانوا بيقفوا في العربيه بتاعتهم، فديت برضو يعني فكره كويسه ان هم بيحاولوا ان هو في الاماكن اللي بيبقى فيها شباب اكتر بيستغلوا الكلام دوت. احنا لو عرفنا واساس ان احنا عندنا بنك الدم ده محتاجين له من غير اي حاجه ولو تاكل لله، ان انا اعملها مني لله كده شهريا حتى او اي حاجه ونبتدي نتجه للاتجاه ده هيوسع معانا جدا والدنيا هتبقى كويسه والله. هو الموضوع كله موده ورحمه ما بيننا كلنا. ان مثلا كان في وقت من الاوقات عربيات في وسط الشارع وناس محترمه، بس يبقى معاهم حاجه تثبت ان الواحد يبقى مطمن ان يتبرع لبنك الدم. معظم الناس بتشوف ان التبرع بالدم دي حاجه صعبه، حاجه مثلا ممكن تاخد منهم مش تديهم، لا لازم حد ينزل يتكلم معاهم بطريقه مباشره لان الكلام بطريقه مباشره بيصحح مفاهيم كتير. في ناس احنا اللي بتبرع بالدم او العربيات نفسها احنا بقول لك الدم ده اصلا مش عارف بيجي بقى بيعملوا ايه، ممكن ما يكونش تبع وزاره الصحه، فبصراحه سمعت كلام كتير على الحوار ده فاصلا انا خايف اتبرع.